غاندي كان يقول كلمة رائعة، يقول أنه تستطيع أن تحكم على أي شعب أو أي حضارة من النظر في تعاملهم مع الحيوانات. نشوف اليوم إيش يعني يجسد التعامل مع الحيوانات. حدائق الحيوانات، شفنا حديقة الحيوان في سنغافورة وقارناها بحديقتين حيوان موجودة في مدينتين رئيسيتين في العالم العربي، اثنين من أكبر المدن في العالم العربي. حديقة سنغافورة مدينة بكاملها فيها من الحيوانات ما لم أره من قبل، جابوها من كل العالم. ما يميز الحديقة، وهذا الشاهد في اليوم في حلقة اليوم، الرفق. طبعا فكرة حديقة الحيوان هنا أنها حديقة حيوان مفتوحة، ما يعترفوا بفكرة الأقفاص، ما في كيجز، ولكنها في نفس الوقت محمية علشان تحمي الزوار. لاين هاوس، أوف، هذا من 1901. ده أسد يعني جيعان شكله. هو مو متضايق هنا؟ لا، اذا مبسوط زي الفل. لانه صغير ولا بياكل كويس؟ لا، وفي كبير بياكل كويس، بيستحمى كل يوم، متوفر له كل حاجه هنا. بس ما يبغى ينط يعني، ما يبغى يفرد يتمطع كده. لو حضرتك قعدوك مثلا في فيلا بقول لك مش هتطلع منها، الفيلا فيها كل الكماليات بتاعتها، هتبقى مرتاح؟ لا طبعا مش هتبقى مرتاح. نفس الشيء للاسف. طبعا كله مدروس، يعني شوف عاملين المسافه هذه، دارسين أنه الفهد ما يقدر ينط أكثر من هذه المسافة عشان يوصل هنا. كله محسوب، كله مدروس بعلم وإتقان و شكرا وإحسان. Very simple. Let's feed the kid. بعدين موضوع الأكل، يعني حديقة حيوان وكل الحيوانات اللي فيها يأكلوا فشار، هيشبع هو من الفشارة دي في رأيك؟ مدام انه مشتهي انا اعطيك. والله شكله مشتهي اي شيء الراجل، يبغى اي حاجة في اي حتة. وبيأكلها بزمة يعني، ما شاء الله عليه، ما شاء الله. ما في لحمة عندك شيء؟ بس ستيك كده دجاج. سلام، هلا، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ اكلت الفيل شيبس؟ اكلنا الدب. اكلت الدب ايش؟ فشار. فشار برضو؟ مسوي رجيم شكله. تعال تعال، انت ايش اسمك؟ خالد. طيب ايش اكلت الدب؟ ايش اكلته؟ فشار. فشار؟ ما شاء الله، هذه الاكلة هي الكبسة حقت الحديقة. طب نوعوا نوعوا، المفروض يمنع أصلا، الله أعلم يعني. هل الفيل يناسب الفشار؟ أنا ما أعرف أنا صحيا هل الفشار يعني الأولاد، من أكل أولادنا المفروض فشار كثير، لأنه أكل ما هو من الأكل الصحي. فالحيوانات في حديقة الحيوان لو كل يوم عشرات الزوار بيجوا بيأكلوها فشار وعايشة على الفشار، حرام. شوفوا لأي درجة من الوفاء وصلوا في التعامل مع الحيوانات. كان عندهم قرد، وقرد معهم من السبعينات، فمات القرد بعد السن، بعد ما خلف وجاب أولاد ومات. فإيش سووا؟ سوماتران أورانجيوتان أعطيت للحديقة هذه لما كان عمرها 11 سنة، سنة 1971. أكبر إنجاز لها لفصيلتها أنها she raised five children، ربت 5 أولاد و3 أحفاد، وكفلت يتيمين. إحسان، فالكابتنة أومينغ رحمها الله كفلت يتيمين. هنا قبر أومينغ، ويعني هنا زي يعتبر مكان للاحتفال بذكراها. شفتوا حفظ الجميل حتى مع الحيوانات؟ هذول هم أولاد وأحفاد أومينغ والأيتام اللي رباهم. الله الله الله، ده بدأ يعمل حركات. Is this included in the picture؟ اهلا وسهلا. مسكين، لا جيعان والله، قاعد فكها ده، ايش بتسوي؟ والله مسكها
مش القرود هذه اللي شفناها في القفص، لو سنها يعورها أو بطنها يعورها أو رجلها تعورها أو هي جيعانة ما تقدر تعرف إذا أنت لا تفقه لغة الحيوانات، ما تقدر تعبر. لذلك شوفوا في الكتاب هذا الرائع اللي أستشهد به عدة مرات هذا الموسم، معالم القربة في أحكام الحسبة من 700 سنة، شوف ماذا يقول عن الحيوانات: لأن الدواب ليس لهما نطق تعبر به عما تجد من المرض والألم، وإنما يستدل على عللها بالجس والنظر، فيحتاج البيطار إلى حسن بصيرة بعلل الدواب وعلاجها. يعني شوف كيف المخ شغال، الزرافة طويلة طويلة، بالتالي لازم يعملوا لها شيء عشان الواحد بني آدم يطلع لطولها، مو الأماكن الثانية اللي فيها زرافة تخلي زرافة هي تنزل راسها، أنت تطلع للزرافة يا أخي، هذا من باب الرفق الحيوان حتى. Just hold the foot here, just here, just here. No need to turn anywhere, just there. No. إيه اسمه إيه ده؟ اسمه فوزي. 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 بتأكل فوزي؟ آه. طب يلا أكل فوزي كمان مرة. إيش رأيك في الحديقة؟ ناقصها كتير أوي. الزرافة مثلاً ماتت بقى لها 2-3 سنين، ما جابوش واحدة. في حديقة حيوان في الدنيا في الزرافة؟ ده أساسي، ده طول النهار هو بيحلم بالزرافة عشان يشوفها. آه طبعاً. Thank you. How did you like it? Huh? Great. Oh, bats. Batman. بياكلوا بالشقلوب دول. اللي ما يعرف باتمان أصله إيش؟ أصله الإخوان دول. في واحد جالس كان فشاف ده فقال لي ما أسوي كوميك مسلسل كرتوني على ده وأسوي واحد اسمه باتمان اللي هو رجل الإيش؟ الوطواط. فحتى التسلية والكارتونز اللي بنشوفها عند الغرب جاية من التأمل في مخلوقات الله. الله أكبر. تأليف أحمد بن الحسن بن الأحنف، طبعا هذا في طب الحيوانات والبيطرة. شوفوا المزج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلواته على نبيه. يعني شوف لما نبدأ بالصلاة على النبي في كتاب طب الحيوانات. هذه كانت يعني الآثار الحية لتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام متجسدة في كتب زي كده. يا سلام يا سلام على شوف حتى رسم، الله أكبر، شوف راسم ومشارح بالرسم أهو من 1000 سنة، وهذا كان وقتها ما في تصوير، يعني هذه الرسمة الله أعلم كم أخذته علشان يتقنها. أيوة آداب الفرح، تفسير آداب الفرح من الخيل ورياضتها، يعني حتى لما تبغى تسوي تفرح وتسوي سليبريشن أو حفلة بالخيل وتستخدم الخيل في ذلك، فإن في ذلك آداب ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، يعني شرح تصويري. يا سلام. دب تقريبا برضو الأبيض شفته من كام سنة بيخبط دماغه في القفص فمليان دم، فبقول للراجل ايه، قال لي هو متعصب بزار من القصر يعني او حاجه، ومفيش بقى دب ابيض طبعا جاي من مناطق بارده محطوط هنا الدنيا حر، طبعا مش موفرين له حياه طبيعيه وطبعا سايبينه بيتفرجوا عليه، فطبعا المساله لا مش حلو. فاكرين الدب اللي شفناه هناك؟ فاكر الدب اللي كان عايش حياته، كان شغال ويسبع وينزل حاطين له موسيقى ومدري ايش والناس تتفرج كده. أقدم لك على فيزا؟ قول لأنه الموضوع إذا أدى إلى إهلاك الدابة أو عطبها فيلزمه دفع دية ما انتقص من قيمتها من طريق الشرع ويعزره المحتسب.
ابن بطوطة المشهور لما وصف في رحلة دمشق يقول: وفي دمشق أرض واسعة تعرف عند أبناء دمشق باسم المرج الأخضر، فقد كانت أرض وقف مخصصة للدواب المريضة أو المكسورة. إذا هذا حال الحيوانات كان زمان، ما بالكم بحال البشر؟ تخيلوا. وكانوا يصفوا الحي هذا حق أو الوقف حق القطط، وكانت تعيش فيه القطط السمان. سمان أكيد ده أسد؟ هو والله. آخر كلام؟ حال الحيوانات في العالم العربي، هل بعض الناس حيقولوا ما هو أولوية؟ طيب ما هنختلف، خلينا نصلح البشر. إذا حال البشر في هذه المدن هزيل، من باب أولى حيكون الأسد هزيل، لأنه ما حنأكل الأسد والناس جائعة. خلاص، إذن لا نسوي حديقة حيوان. يا نحسن مع الحيوانات، نحسن مع الحيوانات في حدائق الحيوانات، أو نغلق حدائق الحيوانات. بس تم الكتاب والحمد لله، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين وسلامه. وقع الفراغ من نسخه بمدينة السلام بغداد، حماها الله تعالى. شوفوا بغداد إيش كانت بتطلع زمان، والقاهرة اللي إحنا فيها إيش كانت تطلع زمان. الله يعيد العزة، الله يعيد العزة، والله الله يعيد العزة. العزة بالعلم، بإقرأ. بمدينة السلام بغداد، حماها الله تعالى، في شهر رمضان من سنة 560، كتبه علي بن الحسن ابن هبة الله غفر الله له، الله يغفر له، غفر الله له ولوالده ولطابع الكتاب. جميل، والله الله يعيد العزة. العزة بالعلم، بإقرأ.